أيضا من الرياض ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعد الحامد. مرحبا بك أستاذ سعد. غدا سوف تشهد المملكة بإذن الله تعالى هو حدث تاريخي مهم يتمثل في زيارة سلطان عمان إلى المملكة. ما الذي يمكن وما هي قراءتك في هذا الصدد؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا طبعا بك. العلاقات العمانية ممتدة منذ يعني أواصر من يعني عصور قديمة، وتأتي هذه الزيارة القديمة للسلطان هيثم بن طارق بدعوة من لدن خادم الحرمين الشريفين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتوطيدها بين الشعب العماني والسعودي، والتي تتميز بمتانتها وأصالتها طبعا التاريخية وجذورها الممتدة من حيث وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار ووحدة المصير المشترك بين البلدين، وتأتي لتؤسس حقبة ومرحلة من الشراكة الاستراتيجية بين قيادة البلدين، إضافة لأنها تضع صياغة ورؤية مشتركة للعديد من قضايا المنطقة الراهنة والأخطار المحدقة بالمنطقة إقليميا ودوليا. إضافة إلى شيء مهم يعني تعكسه هذه الزيارة من حيث زيادة التكامل في العديد من المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية، ولابد أن نشير إلى الجوانب الثقافية والسياحية والتعاون المنشود في ورغبة البلدين للرقي والتقدم في كافة هذه المجالات. أيضا من حيث الدلالات الاقتصادية نجد بأن هناك توافق كبير بين رؤية المملكة 2030 ورؤية سلطنة عمان 2040، مما سيسهم في إيجاد تعاون بناء في العديد من المجالات، إضافة إلى أن هذه الزيارة أيضا تعزز الرؤى الاستراتيجية المشتركة للبرامج الاقتصادية، إضافة لزيادة أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات البينية ودفع النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين والفرص الاستثمارية المشتركة. أخيرا أريد أن أشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان في الربع الأول من عام 2020 هو 2.152 مليار ريال، كما بلغ في عام 2020 نحو 3.36 مليار دولار، ومن المتوقع زيادة الفرص الاستثمارية في ظل وجود شراكات جديدة بين البلدين. نعم أستاذ سعد، بعد هذه الزيارة كيف ترون تأثير هذه الزيارة بعد أن تتم، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي؟ في الحقيقة يعني الجوانب الاقتصادية أنا تطرقت لها، والجوانب السياسية في ظل الأخطار المحدقة بدول مجلس التعاون، الأخطار التي تحيط بمنطقتنا من خطر التمدد الإيراني، من خطر من وجود أذرع لإيران في المنطقة، من الأخطار المحيطة بالمنطقة، فأنا أجد بأن وجود تكامل بين الجانب العماني والجانب السعودي هو أمر مهم في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أن الجوانب الاقتصادية ووجود اقتصاد مزدهر لدى المملكة العربية السعودية وهي ذات المكانة الكبرى اقتصاديا في المنطقة سينعكس بشكل إيجابي لمصلحة لمصلحة البلدين الشقيقين. نعم، إذن بعد هذه الزيارة سوف يكون هناك التكامل بين عدة جهات مشتركة بين البلدين. أشكرك جزيل الشكر الكاتب السياسي الأستاذ سعد الحامد.